وعلى هذا الأساس فإننا نعتذر إلى الله عن أي فعل يغضبه سبحانه إن كان قد وقع في الماضي مما لا نعرف به ويحسب على مسؤوليتنا، ونعتذر لكم على هذا الأساس أيضا. أيها الأخوة، إنما نتمناه لكم هو مثل ما نعمل عليه لإخوانكم في العراق، وهو أن تعيشوا أحرارا لا يسيطر أجنبي على مصيركم وإرادتكم وقراراتكم وثروتكم وحاضركم ومستقبلكم. نلتقي في القيادة تحت القوم عسى ولعل لنتجنب في العراق ونجنب إخواننا في الكويت إن لم يكن مستحيلا استحالة كاملة وقومية مؤمنة التي اعتمدنا عليها في هذا الموقف.